مع الحلقة العاشرة من سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، نلتقي على وصف الله تعالى لحبيبه ومصطفاه في التوراة المنزلة على موسى. يقول الله في التوراة واصفا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم: ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. صلوا عليه. من اوصاف الرسول المكتوبة في التوراة: ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. طيب، اليهود كانوا يأمرون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيحيونه قائلين: السلام عليك يا محمد. شوف، حتى التحية كانوا يسيئون فيها الأدب مع رسول الله. تحية السام معناه الهلاك والموت، مش السلام عليك يا محمد. لا، السام الموت الهلاك. فكان النبي يرد عليهم قائلا: وعليكم. بس. ولذلك الكلمة دي من رسول الله كلمة مؤدبة ومؤذبة. السيدة عائشة بنت أبو بكر أم المؤمنين كانت لا تطيق أن تسمع هذه الكلمة على رسول الله، فكانت ترد عليهم قائلة: وعليكم السلام واللعنة يا اخوان القردة والخنازير. وحد وصل على الحبيب. النبي رب برب، والسيدة عائشة ترد ربا اخر. النبي يقول لهم: وعليكم. والسيدة عائشة تقول: وعليكم السلام واللعنة يا اخوان القردة والخنازير. النبي قال ايه؟ النبي لما سمع السيدة عائشة بتقول هذا الكلام قال لها: يا عائشة، ان الله لا يحب الفحش ولا التفحش في الكلام. مع انها بتدافع عن النبي، مع انها بتدافع عن رسول الله، انما النبي قال لها: لا، ربنا لا يحب الفحش في الكلام، ربنا بيحب يسمع الكلمة الطيبة. قالت له: يا رسول الله، او ما سمعت ماذا يقولوا؟ فقال لها: او ما سمعت ماذا قال الله لي؟ خد بالك، خد بالك اصل حسن الخلق كرم ورفعة، وبعدين اللي بيحاسب العباد ربنا. ما تخلي اللي يسيء يسيء، بس انت بتعامل مين؟ ده انت بتعامل من لا يغفل ولا يناه. يا سلام. قلت له: انت ما سمعتش بيقولوا يا رسول الله؟ قال لها: وانت ما سمعتش ربنا بيقول لي ايه؟ بيقول لك ايه يا رسول الله؟ قال لها: قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن.
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا سلام يا سلام لو الناس عملت بالآية دي، لو عملنا بالآية دي ما كانش حد أبدا سعد أبدا، ما كانش حد أبدا أضمر عداوة لأخوه أبدا. ولذلك أنا عايز أسمع منك الصلاة على حبيب الله، يا سلام. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. الشيطان نوعان، شيطان من الإنس وشيطان من الجن. خد بالك، الشيطان له جنسيتان، انس وجن. ولذلك ربنا ختم القرآن بايه؟ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لان الشيطان يبقى من الجنة يعني من الجن، ويبقى ايه؟ من الناس. وقال ايه كمان؟ وحد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يا سلام، شوف قدم شيطان الانس هنا اهو على شيطان الجن، يا لطيف. كأن شيطان الانس في الاذى والضرر اشد من شيطان الجن. طيب علاج الشيطان من الانس ايه؟ وعلاج الشيطان من الجن ايه؟ كان معنى الصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل على الحبيب. يا سلام، شيطان الانس ربنا اوجد علاجه في ثلاث صور، وشيطان الجن ربنا اوجد علاجه في ثلاث صور. طب نشوف، نشوف عسى الله انه يقينا شر الشياطين بنوعيها. بنوعي زي ناس شغلة نفسها بايه؟ هو في حاجة اسمها المسيخ الدجال؟ ايوه في حاجة اسمها المسيخ الدجال. طيب سمعته ايه؟ هيفتن الناس في دينهم ويضل الناس. ظهر ولا لسه؟ طب وانت يعني بتسأل على ظهوره ليه؟ طب ما فيه مليون مسيخ دجال. ما في مسيخ دجال ألعن من اللي هيظهر آخر الزمان. ألعن منه. كل واحد يفتن الناس في دينهم مسيخ دجال. مسيخ دجال. بس الثاني هيظهر في آخر الزمان. وده ملك من ملوك اليهود. بس ربنا هيكتب على جبينه كذاب. كذاب. ادي الفرق بين المسيخ الدجاجيل اللي ظهروا والدجال اللي هيظهر. ما فيه ناس ظهرت ألحن من المسيح الدجال وفتنوا نفس دينه والفوا كتب سموها الميثاق وقالوا دي الدال المصحف. ما فيه ألحن من المسيح الدجال مليون مرة. واحد يرقص محكمة ويقول للمتهم اقرا لي سورة الفاتحة بالمقلوب. قال لك والله المسيح الدجال ما هيقول الكلام. المسيخ الدجال بالنسبة للي رأس محكمة وهلا راجل يقرا لي الفاتحة بالمقلوب، المسيخ الدجال يستحي من هذا. المسيخ الدجال هيقول يا ناس
اللي هيتبعني هيدخل الجنة، واللي هيعصيني هيدخل النار. لا هيضرب حد ولا هيقتل حد ولا هيودي حد السجن الحربي ولا مزعبل ولا القلعه ولا القرى. راجل اسمه دجال كذاب. انما اللي بيقول الناس اللي بتصحى بالمقلوب، والله العظيم ده غلب المسيح الدجال وغلب ابن السبت. قال لك بقى ربنا يقول لا مبدل لكلماته، وانت تقلب كلماته تبقى تزعل على مسيح الدجال ليه؟ طب ما انت شفت المسيح الدجال، شفت ألعن منه، شفت ألعن من المسيح الدجال. انا عايزك توحد وتصلي. طيب شيطان الانس ربنا اوجد له علاج في سورة الاعراف وسورة المؤمنون وسورة فصلة، وشيطان الجن ربنا اوجد له علاج في الاعراف والمؤمنون وفصلة. كل ما يذكر شيطان يذكر علاجه. تعال سورة الأعراف تقول في شيطان الإنس إيه؟ إحنا رايحين دلوقتي صيدلية سيدنا محمد نصرف العلاج. اللي بيصرف العلاج هناك النبي، بياخد العلاج منين؟ من ربنا، مش من مؤسسة الأدوية بالمطرية ولا بالأمرية، لا ده بيتنزل عليه العلاج من تحت العرش العظيم. يا نبي عايزين نشوف علاج شيطان الانس. قال خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ده شيطان الانس. تبقى تعامله عفو وامر بالمعروف واعراض عنه. واحد زي معمر القذافي اللي راح يحتفل بمولد النبي السنه دي، راح يحتفل بمولد النبي في المسجد، فاول ما اتكلم اول ما دخل الجامع الشعب الهمجي قعد يهتف ويقول الفاتح الفاتح، مسميه الفاتح، فتح ايه معرفش، ونسوان تزغرب في الجامع. وبعدين اول ما اتكلم معمر عشان يحتفل بالنبي بيقول من محمد هذا الاعرابي الذي يمدحه الناس، لا تقولوا سيدنا ابدا فليس لنا سيد الا الله. هو ده شيطان، هو ده شيطان. وبعدين بقى مسك النبي، مسك النبي قال فيه كلام ما يقولوش الان بشنوده والله. قال لك ان سنة محمد دي مالهاش لازمة، قال محمر على السنة واشطفها، واللي هيجيب سيرة سنة محمد احنا مفيش القرآن بس، وضلالة سنة محمد دي تشطف مالهاش عمل. وبعدين قال ان محمد ده كان راجل بيخطئ اخطاء كثيرة، وقعد لبخ اللي لبخه، ما وجد في ليبيا رجلا رشيدا يقول له اتق الله. يا رب عبد الناصر قبل ما يقوم بالثورة انتقد بعض زعماء المسلمين وخدوا عليه يمين الله على المصحف انه بعد الثورة ما تنجح اول عمل يحمله يحكم بالقرآن. قال لهم ماشي خلاص خلاص وحنأيدك لما تقوم بالثورة. قال ماشي. جابوا كتاب الله وحط ايده عليه وقال اقسم بهذا القرآن اول الثورة ما تنجح هحكم بكتاب الله. نجحت الثورة والناس ساعدوه، وبعد كده راح له وفد قال له عايزين بقى تبر بالقسم. قال لهم قسم ايه؟ قال له انت خدته على نفسك على كتاب الله انك تحكم بالشريعه. قال لهم شريعه؟ انتوا عايزين ترجعون العهد الحمي؟ ايه والله فنفس القذافي ما لقاش حد يهاجمه غير النبي. ليه؟ حكام عملاء بيتلقوا الاوامر مره من موسكو ومره من واشنطن، مره من لندن ومره من باريس، فدول اسمهم شياطين الانس. واحد
ادي الاحتفال بمولد النبي. ادي الاحتفال بمولد النبي. وبعدين مألف كتاب واحدة ايطالية ضحكت عليه وخدت منه قرشين. كتاب تحت عنوان القذافي رسول الصحراء. عامل نفسه رسول. ومش عارف الوحي اللي نزل على الامس. اهو رسول. وشعوب عايشة. ومسلمين بيخرفوا. والغرب بيتحد. والشرق بيتحد. والشيوعية والصليبية والصهيونية بيتكاتفوا ضد واحد اللي هو سيدنا رسول الله محمد. طب علاج شيطان الجن ايه؟ علاج الانس خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. علاج الجن ايه؟ قال ده علاج الجن سهل جدا، اسهل من الانس. قال 100 مره. يا سلام. ازاي؟ وحد الله لا اله الا الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، سيدنا محمد. قال لك ده علاج الجن، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. انه سميع عليم. بس. اما تلاقي الشيطان بيوسوس لك في اتصالات لاسلكية قدامك، بيقول لك يا اخي نام لسه بدري، ما تصليش الفجر الدنيا برد، يا اخي ما تروحش تزور اختك، يا اخي ما تقضيش الشغلة لفلان. تعرف انه شيطان الجن بيشتغل، عايز تقطع الموجة دي، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس دي هتكلفك قد ايه؟ مفيش. ولذلك واحد من الصالحين قعد مع اصدقائه في يوم فوجدوه يضحك. انت بتضحك ليه؟ قال لهم افتكرت حاجة حصلت لي. عمر الشيطان ما كان يضحك علي ابدا. عمر الشيطان ما ضحك علي ابدا. بس النهاردة حصل شيء. جاني واحد سائل يسأل طعاما. فدخلت البيت وحملت الطعام اليه. وبعدين وانا مدينه الطعام مراتي قابلتني في البيت، انت مودي الاكل ده فيه؟ قال لها الواحد سائل مسكين على الباب. قالت له العيال اولى به، بلا سائل بلا مسؤول، حط الطعام مكان عيالك جعانين. فرجحت فوضعت الطعام مكانه وصرفت السائل. لقد كنت افخر بان الشيطان لم يضحك علي مره، ولكن اليوم خدعتني ام الشياطين. امال ايه؟ بصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طب ما هي دي شيطانه برضه. اللهم صل على الحبيب. وانت فكر ان الشيطان هو شمهورش؟ ابدا ابدا. ده بيسالوا حسن البصري ايهما اشد على ابن ادم، شيطان الانس ام شيطان الجن؟ قال لهم شيطان الانس اشد. ليه يا حسن؟ قال لهم لان شيطان الانس اذا استعذت بالله منه انصرف، اما شيطان الانس فمهما استعذت لا ينصرف. زي واحد لك النهار بيسالني، بيقول لي انا عايز اسال سؤال محيرني. بقول له اتفضل. بيقول لي هو فيه صحيح عفاريت ممكن تفتح الدولاب وتاخد الفلوس؟ بقول له ليه يا ابني؟ قال لي كنت حاطط في الدولاب قرشين. قلت له اقفل الدولاب. قال لي اقفله. رجعت ما لقيتش الفلوس. بسال مراتي قالت احلف لك ما خدتهم. وما فيش غير انا وهي. وبعدين قالت لي طمعوا فيه نوع من العفاريت اسمه الجن الخطاف. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي على المعلومات الراقية. ها أه؟ شوف الشوف. فبيسألني بيقول لي فيه ممكن عفاريت تفتح الدولاب وتاخد فلوس؟ قلت له ايوه. قال لي يعني ايه؟ قلت له فيه عفاريت فعلا، بس عفاريت من الانس. حضرتك من الجن؟ لا، احنا محبة الظلم. عفاريت من الانس. لان لو فيها عفاريت اسمه الخطاب كان اللي
بيسخره يبقى مليونير. يقول له يا جمهور تفصل النهارده لغايه بنك مصر انتش لي نص مليون. ما تبتدي المساله كده بقى. ومع ذلك ما تلاقيش واحد من النصابين اللي بيبجلوا ويفتحوا الفنجان عليه الصلاه ابدا. تدخل تلاقيه ساكن في بدروم ومظلم وريحته معفنه وقذر. طب لو كان ده بيسخر طب ما تبعتوش ليه لبنك مصر ولا البنك الاهلي؟ قال والله ده ما ده كان يريحه خالص. كان يقول له يا شمهورش. يقول له نعم. يقول له انا عايز اتغدى النهارده سمك مقلي وبطيخ. روح شوف مين اللي عامل سمك مقلي. البيت رقم كذا كذا. روح هات. وكان ياكل. كلام فاضي. البيت الدولاب انفتح من واحد من اهل البيت واتخذت الفلوس. وبعدين نسم في مين؟ في العفاريت. ابدا. من ناحيه اطمئنوا العفاريت ما بيتلوش حاجه. بعد بعث سيدنا النبي خلاص. هم قالوا كده. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. اللي حب سيدنا النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. قول اللهم صل وسلم وبارك عليه. زي واحد اللهم صل عليه عم صالح. ايوه واحد جاي ذاك النهار خاطب واحده وبعدين زي ما تقول حصل خلاف بينه وبين نسايبه اللي هياخد بنتهم. فالواد قال لا مش واخد. جايب لي شكاره ورق جوابات كل جواب مكتوب فيه من عالم الباطن بقيادة العفريت الفلاني ننصحك بانك تاخد فلانة وإلا حندمرك ونكعبلك ونربطك ونوديك ده. يا ابني بتلاقي الجوابات دي فين؟ بلاقيها تحت المخدة. خد بالك خد بالك عشان خاطر تعرف ان في مصر تحت المخدة يا ابني. ايوه تحت المخدة. طب يا ابني مين اللي معاكوا في البيت؟ مفيش غير ابويا واخواتي. يا ابني ما فيش واحدة من اخواتك تكون بترمي الجو. قال ابدا. قالوا ده ما نعرفها. وجوابات ايه؟ مختومة بختم الناس. يخرب بيت العفاريت وياما. قال هي حاجة واحدة. ختم الناس. جوابات مختومة. من دول الموظفين؟ لا من دول الشياطين. طيب. قلت له يا ابني ما فيش كلام من ده. ما فيش كلام من ده. امال الكلام ده ايه؟ مين اللي بيحطوه؟ قلت له يا ابني انت واثق ان نسايبك دول ناس طيبين؟ قال لا ده بلغني انهم بيترددوا على الصحراء. قلت له صحراء ايه يا ابني؟ صحراء ايه؟ وفي الصحراء؟ في شو اسمه الطبيب؟ شوف يا ابني اثبت على مبدأك شويه وربنا يسهل. فين والباب بيخبط عليا في يوم بصيت لقيت اتنين ستات عايزينك يا في الشيخ في سؤال الفطر. دخل. في واحد جالك في الجامع في يوم ومعاه ورق مكتوب وممضي ومختوم وفي شياطين. ايوه. حصل. طيب انا ام العروسه والثانيه امه هو. قلت لهم الورق ده ما تعرفوش مصدره ايه؟ اتضح ان ام العروسه متفقه مع عمه على انهم يكتبوا الورق ده واحد موظف هو بيختمهم لهم ويحطوه تحت المخده وهو غايب. طب ودي اللي قالوا ما انت قلت له ما دام الحكايه فيها عفاريت ما تتجوزهاش. ايوه قلت لهم حصل لانه هيتجوز عفريتها ليه؟ طب اعمل معروف بقى في الشيخ اقنعه انه يروح يتجوز. شوف الشغل لك وداره. طب وده كلام؟ بقى انتوا مش لاقيين حد تسوق عليه من العفاريت وبرجلوا الولد وطيروا النوم من عينيه وما بقاش ينام في الاوضه. الولد ده يقول لي بشوفه. انت بتشوف العفاريت ده ما خدش بالك؟ واتضح ان ام العفاريت اللي عامله العمل ده. ربنا قال ربنا قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا وعرف الحريم ان كيد كل عظيم. اي الولد يقول لي بشوفه. والله يا ابني بتشوفه ولا حاجه. طب يا ابني ارجوك اذا شفت واحد منهم ابقى ارمي عليه حبل وكتفه لغايه ما بقى اشوفه انا راح. شوفه يا ابني. شوفوا ايه يا ابني؟ تشوفوا ايه؟
واحد يقول العفاريت بتفتح الدولاب والثاني كل يوم يلاقي تحت المخدة جواب وشغل برجلة يودي العباسية في عنبر رقم 5. حاجة لا قوة الا بالله. انا عايزة تسمع له الصورة على الحبيب. شوف الكلام ده لعم المعروف تلين دماغه تخليه يكمل مشواره. يلين دماغه ايه بعد انتم ما سخنتوا دماغه؟ ده انتوا ربطوا له والعياذ بالله خبث خبث. ولذلك سيدنا سليمان الله يرحم الجميع كان الرجل العظيم لما قال لربنا وهب لي حكما لا ينبغي لاحد من بعدي. يعني ما استخرش الجن الا ليا انا. ليه؟ لان لو فتحنا باب الجن مش هنخلص. واحد دكتور متجوز دكتوره مكتوب في الجرنان انها قلب ينام الشيطان بينه وبينها وقت ال طب يا اخوان امسكوا اخنقوا اخنقوا. ده انتوا خلقتوا الدنيا اخنقوا. اما يجي ينام بينك وبينها يكون معاه قارن الرسالة تذبحه. مش معنى ده بقى اللي مش قادر تذبحه. لا، يوم سيادة الطبيب المحترم يجي قال هنا في حي السيدة زينب عشان يشوف واحد ساحر يصرف عنها اللي حل بيه. يوم تدخل مع الساحر في اوضة ويقفل عليها ويقول لها هيكلك عايزين معاها. شفت؟ مفيش عقيدة مفيش ايمان بالله. انما فيه فيلم وفيه قصه وفيه حدوته وفيه تلفزيون. تلفزيون ايه؟ واحده اسمها الكاميرا 9، واحده بتقدم كاميرا 9. تقوم تقدم مين بدل ما تقدم واحد يفسر ايتين من الكتاب العزيز او يكلمنا عن سيره حبيب الله محمد؟ جايبالي واحد قال بتقول انه بيحضر الارواح. اسمع يا سيدي وسمعني الصلاة على حبيب الله. يا بقى في التلفزيون. تلفزيون. يا واحد بيحضر الارواح. يوم اللي بيحضر الارواح يديها الورقة ويطحها نصين يقول لها ادي واحدة منهم لواحد عامل يكتب اسمه وخد انت الورقة البيضة وخليه يكتب اللي عايز يكتبه وانا هعرف هو هيكتب ايه. وبعدين بعد شويه اقول لها ايه؟ لا مؤاخذه انا مش قادر اتصل بالارواح. ليه يا سياده البروفيسور؟ قال لها اصل الكاميرات شديده وهم ما بيجوش بالكاميرات الشديده. يا سلام يا سلام عليك يا مصر. يا سلام عليك يا مصر وعلى اللي جرالك. يا بلد الازهر. يا بلد القران. يا بلد الاسلام. قال هو مش قادر يتصل بالارواح عشان ايه؟ الكاميرات شديده شويه. طيب. والغرض قعد يضحك على ولا احرق الورقة اللي في ايدك وخدي ورقة بيضة. ارواح ايه؟ ارواح ايه اللي بتحضرهم؟ ده ربنا سبحانه وتعالى حكم حكما صادقا وقاطعا بيقول فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. يا سلام. الكلام ده من كلام مين؟ كلام ربنا. ربنا بيقول لو كان عندكم قوه رجعوا روح ثاني ما تخلوش تطلع. بعد ما تطلع ما فيش حد يجيب السيطره عليها ابدا. ليه؟ قال لانها يا اما تتجه يمين يا اما تتجه شمال. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. طيب تتجه شمال. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليه جحيم. الكلام ده منين يا رب؟ قال ان هذا لهو حق يقين. ها؟ طب اذا راحت الجنه مش ممكن نطلعها؟ ويجي الكذاب النصاب ابن النصاب يقول لها تعالي. قال لا. ليه؟ لان ربنا قال فاهل الجنه لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. طب لطلعها من النار؟ قال فاهل النار يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يبقى من اللي هيقدر بقى حد الروح الا رب
الأرواح سبحانه وتعالى. أسأل الله.